كان عندنا دويره كومه وحده، وهناك كنا نعشو كلنا، وكانوا عملوا شي جوج د الكوانين ديبناو بالحمار هذيك فاش كانوا يطبخوا ويعملوا التنور، يعملوا القرصه ويعملوا شكشو ويعملوا العصيده ويعملوا كل شيء. هناك كانوا يلحشوا وهناك كانوا يطبخوا وهناك كانوا ياكلوا. وكان عندنا مويده صغيره وكنا نعسو على الارض، ما كان عندنا لا ميت لا لا ميتا ولا حلافه ولا والو. كان عندنا الزريد، كان عندنا السطيح من الزريد، كنا نعملوه في الارض ونعملوه عليه الحنبلي وهناك نعشو على الارض، ما كان عندنا لا والو. وكنا نتبخو بالعواد، وكان عندنا الحمار، وكنا كان عندنا فين كنا نسمروا الماكله ديال الحمار ومضاد ديال العواد والمضاد ديال الماء، وكنا كنا عايشين. ماشي غير حنا، قام الاولانيين ديالنا انا كانوا عايشين هكذا، كانوا عايشين. كان عندي خالي هو دي كان عاشر في في في, في الكفار، كانوا عنده ثلاثه ديال الكوموت. الكومه الاوليه كانت البهيموت والماكلة ديالهم، والكومة الثانية كانت الزيت والعسل وصفري طورة والقمح والشعير والمزقول، والكومة الرابعة غير المضاد النعاس. ما كانت عندهم لا معاليت ولا ضو ولا والو، كانوا يطلعوا بالدروس. كانوا عندنا الناس دي كانوا يكبروا العيد عرعر فحال العمودي في التليفون دي هنا، وهناك كانوا يعملوهم كل جوج متر يعملوه، وحقاق يعملوا عليهم الخشب واللواح ويعملوا عليهم البطس والتراب، وهذاك هناك كانوا يعملوا القال، هذاك كانوا يعملوا السطح، سطح فوق من سطح هكذاك هو، والفوق كانوا يعملوا التراب كثير ويدقوه بس ستا ما ينزل لهمش. وشي مرات كان يتسق الارض ومن دي ينزل ستا كانوا ينزل عليهم ستا ويطلعوا يتكموا ويحصروا على القاق، كانوا يعملوا يحصدوا القمح والشعير، وهناك كانوا يعملوهم على السطح على السطح يبشو، ومن يبشو يدقوهم، او الا كان كثير كان يعملوهم في الارض يصوبوا الارض مليح ويصبر ثلاثه ولا اربعه ديال البهايم ويكون يدورهم عليهم، وهذوك كانوا يدرسوهم، وكان يكون تبن وقمص الزرع، وكانوا يعملوا القمح بوحدهم والشعير بوحدهم والمزقور كانوا يحيدوا باليد ماشي بالمنزل، وكانوا يبشوا ويفرفطوا بيديهم، وكل شيء كانوا يعملوه بوحدهم. هناك المراه ما كانت تخدم ولا تعمل والو، المراه هي كانت هي غير تصوب الماكلة وتصبر الأولاد وتكبر الأولاد، وهذه هو.